تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقرات لالا مولاتي المتنوعه، وكتحضر معنا اليوم ضيفه لالا مولاتي مصممه البلغه بشكل عصري السيده ناديه بنيس. اهلا بك سيده ناديه، مرحبا بك معنا اليوم. بارك الله فيك لالا سناء. الله يبارك فيك. نشكرك بزاف على هذه الاستضافه ديالك ومعنا ميد راديو. مرحبا مرحبا، الله يبارك فيك. شكرا. فانتي مصممه البلغه بواحد الشكل عصري وحنا غادي نتكلموا عليه، والمستمعات ان شاء الله غادي يشوفوا يعني كل صور، غادي يكون فيديو خاص في موقع لالا بلوس بوان ام ا باش يكون عندهم فرصه على انهم يعرفوا علاش كنتكلموا، لانه يعني تبارك الله هاد التفاصيل مهم جدا في البلغه على انه السيدات يشوفوها يعني صوت وصوره. فتنعرفوا على انه البلغه ولا الشربي المغربي يعني حذاء تقليدي اصيل معروف من زمان وضروري كاكسسوار اساسي في اللباس ديال كل سيده، كل مرأة مغربية، يعني تعبر على يعني تشبتها بالأصالة، كيعبر على ديك البساطة الأنيقة اللي عندها، على الأنوثة ديالها سواء في اللباس يعني التقليدي كيف معروف البلغة يعني معاش كتلبس، وحتى في اللباس العصري. وحنا غادي نتكلموا على كيفاش طورتي في البلغة باش تكون بشكل عصري اللي كتلبس على مدار السنة في اللباس يعني التقليدي المغربي وحتى يعني في اللباس ديالنا العصري. ولكن قبل نبغيو نعرفوا، لانه انت تبارك الله عليك مصممه ديال البلغه بشكل عصري، صاحبه ماركه معروفه جدا خاصه بتصاميم ديال البلغه، فنبغيو اولا يعني نعرفوا كيفاش جاتك الفكره الاولى على انك تقومي بتصاميم خاصه بالبلغه، خاصه وانك يعني ما بعتيش بزاف، لانه انت قبل كنتي مصممه ديال الازياء في اللباس العصري والتقليدي، ومن يعني اللباس ديال المراه المغربيه فكرتي على انك تمشي للتصاميم ديال البلغه. شكرا على هذه الاستضافه. الوغ البلغه بحال اللي كيعرفوه هي الشربيل، الشربيل المغربي اللي كل السيدات كانت كتلبسو زمان، ما كانوش كيلبسوا الصباط اصلا. فاللبسه البلديه كتجي معها الشربيل اللي كيعطيها واحد الاناقه، وواحد المراه كتجي بحال اللي غادي نقول واحد النخوه، كتجي نخوه بدك الشربيل هكاك ملبوس على شكل يا إما مطرز، يا إما كان كيكون بالمبرا، يا إما بالصم الحر كيتلبس. فأنا ذكرت هاد البلغة هادي لأن شفت الناس بدأوا تبعدوا منها. فكنا في واحد العرس والناس كلهم في آخر الحفل بدأ كل شيء تيحيد الصباط ديالو بدك الكعب العالي وتيحطوه، والناس واقفين بالحفة عياو لأن الكعب العالي راه تعرف أنه تيعي شوية. فبقيت كنخمم، فمشيت لهبط الفاس اللي هي هو هذه مدينة فاس هي اللي بالأصالة بهذا البلغة البلدية. فبقيت كنشوف وكنحاول كيفاش غادي ندخل عليها شي تحسينات باش تبقى في الشكل ديالها التقليدي في نفس الوقت. حببتها العيالات بهاد لا بلاتفورم اللي شفتها، والشابات حتى هما صابوا واحد الاقبال بزاف بالنسبه اول العرايسات. دابا ملي كيلبسوا داك اللبسه الفاسيه كيلبسوه. احنا غادي نتكلموا على يعني كيفاش وظفتي البلغه كيف قلتي يعني في عند العريسات، عند الشابات، عند البنيتات الصغار ان شاء الله، وغادي نتكلموا على بزاف ديال التفاصيل. ولكن قبل يعني كمشروع انك طورتي فيه كيف ما قلتي ذكرتي لنا الفكره، وخاصه انه يعني في العرس كنعرفوا على انه عائله العروسه مثلا ولا عائله العريس يعني كيبقاو واقفين ساعات طوال، وخا لابسه الطالون خاصه كيف قلتي تبقى نخوه، في نفس الوقت كتبغي انه واحد الوقيته صافي كتعيا وكتبغي يعني البلغه كتبغي تشربي تلبسو تلبسو كيخلي لها داك راها عاليه ماشي محذوره، لان اصلا حتى الشربيل في حد ذاته فهو محذور بزاف، والعيالات ملي كيلبسوه تيعطيهم شويه الحريق في الظهر. فهذا علاش خممت طورتي فيه طورت فيه وخممت نديروا له هذا الكعب عليناه شويه بحال سميله ولا عريضه عريضه يعني وعاليه شويه كونفونسي وعاليه، وبقينا في كل ما هو اصيل وبلدي مع السفيفة مع الأحجار. فطورناه في هذا الشكل هذا باش يزيد يعطيها واحد الرونق واحد الجمال باش تحبب الجميع السيدات اللي هما باقين عندهم واحد حب للشربيل.
فعلا هي صراحه فكره ذكيه منك، لانه قبل كانوا موديلات ديال البلغه كاين اشكال اللي هما محدودين، يعني موديلات اللي هما محدودين بزاف، لانه البلغه فين كنشريوها؟ كنشريوها عند يعني غالبيتهم يعني الرجال هما اللي تيبيعوا البلاغي، هما اللي يعني كانوا تيطوروا فيها، فكنلقاو مثلا قدوا نلقاو مئات الالوان ولكن للاسف يعني شكل واحد موديل واحد. فصراحه كان خاصنا مرأة مصممة، لأنه هي اللي غادي تفهم هذوك التفاصيل، وهي اللي غتبقى غادا مع دوك لي طوندونس. مثلا فوق ما تيخرج شي اكسسوار اللي كيمشي مثلا مع اللبس ديال المرأة، كتطوريه وكتنزليه يعني في البلغة. وكيف قلتي حنا غنمشيو يعني دقة دقة. بالنسبة لهذا مثلا البلاغي ركزتي على أنه باش المرأة ما تقولش مثلا أنه لا البلغة يعني قصيرة فما كتجيش مع التكشيطة أو لا مع القفطان، درتي يعني واحد السميلة اللي هي عريضة، واللي كنظن هذاك الطول ديالها كنظن على انه يعني مزيان بالنسبه للمراه الا بغات يعني تلبس شي حاجه وتبان نخوه وفي نفس الوقت وهي مرتاحه. اكزاكتومون هذا الشيء اللي وقع. فدرنا خدينا لي بلاتفورم كاين اللي فيهم غير 3 سنتيم، وخدينا اللي فيهم 5 اللي بغات اصلا تزيد واحد العلول، لان مع اللبسه البلديه كيبغيو يلبسوا شي حاجه عاليه باش داك تجي داك لي لانسي ديال اللبسه ما كتجيش داك السيده مطرحه في الارض. فبحال اللي قلت لك، واصلا بحال اللي قلتي لي ان المراه هي اللي زعما بون كانوا الرجال هما اللي في هذه الحرفه هذه، فالمراه قريبه من المراه، فالمراه تتعرف شنو هو الذوق اللي غادي تبغيه هاد السيده هذه غتلبس، وعندها الخاطر تبع وعندها الخاطر كل حاجه تبع الاحداث وتبع الموضه باش كنمشيو في هاد في هذا. واصلا والاحسن في هاد الشيء كله هو زدنا حيينا هاد البلغه هذه اللي كانت تقريبا ماشي بزاف الناس بقاو كيمشيو لها، قليل اللي كيمشي لهاد البلغه، وحيينا داك الصانع التقليدي اللي كنحيي من هذا المنبر هذا، لان الصنعه بدات شويه كتنقرض وكاينين حرفيين كثار في هذا الميدان اللي كتروج اللي فوالا ولاو الحمد لله تيخدموا وصابت واحد الاقبال جد 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 زعما هذا سميتو. وبحال اللي شفتي راها انطلقت في الجميع، انا هذه بديت فيها هذه 3 سنين، وفالناس كلهم دابا ولاو الحمد لله كانت واحد فعلاً. الفكره جد فعلاً. وخاصه انه واحد الوقيته يعني المراه ولات يعني كتلبس جلابه اللي هي بلديه او لا مثلا تكشيطه اللي هي يعني بقفطان بلدي تقليدي، وكثر انه تلبسوا مثلا مع الصنداله ولا الصباط الطالون بالوان وباشكال مختلفه، لانه لقات داكشي اللي بغات. فتبارك الله ملي رجعت يعني البلغه بهذا الشكل عصري وحتى يعني بشكل تقليدي، ولكن تقليدي اللي هو راقي اللي كاين انواع اشكال كثيره. فنبغيو نتكلموا على الموديلات ديال البلغه اللي خليتيها تقليديه قبل ما نمشيو للعصري. نبغيو نتكلموا على البلغه التقليديه في التصاميم ديالك، كنشوفوا لانه دخلتي يعني الطرز، دخلتي يعني دوك السفيفه ماشي يعني السفيفه في الجنب ديال السميله، فدخلتي يعني التنبات، يعني حويجات اللي فعلا كنشوفوهم في الجلابه كنشوفوهم في القفطان دخلتيهم حتى يعني في البلغه. فهذاك الشيء اللي هو تقليدي بلدي اللي دخلتي، يعني تكلمي لنا شويه يعني خلينا السفيفه اللي هي السفيفه هي المعروف بها هو معروف بها في اللباس. دابا كان في اللباس السفيفه، حنا دخلناها دابا حتى في الشربيل باش يواتي داك اللبسه. ودخلنا الاحجار بحال اللي كتشوف، دخلنا الطرز، دخلنا العقيق، خليناها مودرن او ميم طون بلديه. بقينا في المودرن بلدي لان هادو جوج ملي كيتلاقاو مع بعضياتهم تيعطيو شي حاجه راقيه ومزيونه، واللي كتحط ولات قلت لك بحال اللي قلت لك حتى لي جون حتى البنات دابا ولاو تيطلبوا ولاو كيبغيو يلبسوا داك البلغه وكي هذا ما بقاوش اصلا هما تيكونوا في عرس ولا في حفل ولا هذا لابسين قنيدره ولا لابسين لبسه ولا لابسين ولا في الاعياد. دابا في الاعياد اكثر في الاعياد الاعياد تيتلبس جلابات، تلبس قندورات، تلبس بحال اللي قلتي جبادور، فكل شيء كيجي لهاد البلغه هذه كيلبسها تجي انيقه وتجي ستيل مودرن مودرن بلدي بلدي فعلا ستيل مودرن بلدي. والفكره ديال الطرز يعني الصراحه لانه الطرز مؤخرا رجع يعني كيتلبس في دي جيلي مثلا في الجاكيت مثلا وغيره، اللي دار جينات ودار فيهم مثلا يعني موديلات هكا ديال الطرز ولا طريفات ديال الطرز. بالنسبه للبلغه صراحه جات زوينه بزاف يعني بالطرز بالانواع ديالو. هذاك الطرز شنو كيتسمى؟ هذا الطرز هذا درت الطرز ديال سميتو هذا
بحال البريطلات طرز ديال الزمان، طرز ديال طرز نتاع، بحال طرز نتاع، طرز ديال الزمان، وهذه طرز الغرزه اصلا. هاد الطرز الغرزه هادي نتاع اييه، هاد طرز الغرزه كانت نورمالمون تتكون غير في الخدادي في السالونات زيد هاد، فكتبتكر وصبت واحد الاقبال زعما عجبهم الناس بزاف عاد وفي جميع الالوان. وحتى الجلبات اللي داروا دابا على الموضه يعني فيهم هاد الطرز الغرزه، فمن اللي غادي تبغي انها تلبسها وتلقى بالغا اللي كتواتيها واللي تقدر حتى تجيها في اللون ديال الجلابه، فكتكون المراه هي كتخرج تشريها وهي مرتاحه وحتى ايسون تري كونفورتابل في اللباس، مريحين واخا كتشوفهم بحال هكا، مي مريحين جد مريحين. ان الصانع عندنا عطاها واحد لا بلاتفورم، واحد لا فورم اللي جعلتها ملي كتلبسها واخا كتشوفها بحال هكا كومبونسي مقاده، مي ملي كتلبسها الرجل كتكون فيها مريحه. عندنا لي تكنيك ديالنا مع الناس ديالنا اللي تيخدموا باش ملي كتلبسها كتمشى بها وانت مريحه، ماشي زعما تدبرك ولا كتقصاح ولا هذا نو، يعني كتكون لبسه انيقه وفي نفس الوقت مريحه. اذا مستمعينا باش تعرفوا علاش كنتكلموا بالنسبه للبلغه ديال التصاميم ديال السيده مصممه يعني البلغه بشكل عصري السيده ناديه بنيس، فما عليكم الا تدخلوا الموقع على لا بلوس بوان ام ا. ملي غادي تدخلوا الموقع على لا بلوس بوان ام ا سيروا مباشره الاف فين كاينه اف فيسبوك، ملي غادي توركوا عليها راه غادي تلقاو تقلبوا غادي تلقاو الصوره ديال السيده ناديه بنيس، بالاضافه لهذوك خدينا غير البعض من الصور ديال البليغات باش تشوفوا الشكيلات راه فيهم هاد البلغه اللي فيها الطرز الغرزه، وغيروا من شكيلات نوعنا ما بين العصري والتقليدي. وان شاء الله باذن الله غدا باذن الله فغادي نقول لكم الفيديو فين غادي ينزل باش تشوفوا تبارك الله اشكال كثيره ما بين العصري وما بين المغربي ما بين التقليدي وما بين يعني حتى البليغات يعني عصريين، كيفاش يعني زادت بزاف ديال الموديلات بزاف ديال التفاصيل اللي عطات بصراحه البلغه حافظت لها على الشكل ديالها، هي صراحه حافظتي على الشكل يعني ماشي بدلتي ليها يعني في الدورات ديال ديال يعني في, في البلغة يعني خليتيها كيف ما هي، لانه هي الصراحه هي بالشكل ديالها نخوه و يعني بدعتي في الموديلات يعني تبارك الله عليك. الله يطول عمرك بارك الله فيك. فنمشيو دابا بالنسبه للموديلات ديال البلغة يعني العصريه اللي صايبتي بشكل عصري واللي في الصراحه يعني كيتواتى مع جميع الفئات العمريه، فكرتي في السيدات يعني اللي يعني كيبغيو انهم يلبسوها ولكن بواحد الشكل اللي هو بحال بسيط يعني بشكل بسيط وانيق، فكرتي في الشابات اللي تيبغيو كيف قلتي كيلبسوا مع الجبادور كومبينيزون غيره، او لا حتى كتلبس حتى مع الرومي حتى مع العصري مثلا تكون لابسه جين ومع جيله مثلا فيه طريزات او لا فيه مثلا شي حاجه خفيفه او لا كاب ولا غيره، ولا تلبس اي حاجه عصريه كيمكن لها انها تلبس. وحتى انه هاد البلغه الثانيه العصريه دابا تبارك الله حتى في هاد لي طوندونس الاخرين يعني عالميا ماركات معروفه عالمية دارت بحال هاد الشكل وكيتباع يعني بواحد الثمن اللي هو باهظ يعني سينيي واللي سينيي لي مارك بيان سور، ف يعني بالشكل اللي صايبتيها الله يعطيك الشكل اللي تبارك الله عليك. هذا واصلا هما شافوا ان البلغه ولات تتلبس حتى الماركات العالميين ما كانوش كيديروا البلغه نهائيا البلغه جانب. البلغه مغربيه البلغه عربيه سي هما اللي كيلبسوا البلغة، ملي شافوها كتمشى وشافوا عليها اقبال ومريحه حتى هما ابتكروها وخرجوها بالشكل ديالهم، غير هما ما مشاوش في كل ما هو بلدي اصيل سفيفه طرز بون طرزو حتى هما ولكن على الشكل ديالهم ماشي على الشكل ديالنا الطريز ديالنا المغربي اللي هو اصيل بحال الطرز الغرزه وطرز نتاع وهذا الشيء كيبقى الاصاله كان شحال هادي كان شحال هادي يعني تبارك الله وكتا هو كان فيهم الطالون يعني داك حتى هما فيهم تقريبا حتى هما فيهم الطالون سكيفي حتى هما درناهم هكاك مطرزين كلها مطرزه بداك البريطلات ديال الطرز نتاع الوغ سكي في وهذا دابا هاد لا نوفيل اللي درت يعني جددتي فيها وطورتي فيها طورتي فيها بزاف حتى انه حنا كنعرفوا انه تبارك الله مواتنا وجدواتنا ما كاينش اللي ما عندوش واحد يعني بلغه فيها قربي الميكرو لو سمحتي لنا ما كاينش اللي ما عندوش بلغه في الدار واصلا زمان ما كانت كتلبس الا البلغه ما كانش الصباط واصلا داك المراه كتجي هذاك النخوه وكتجي كتجي تجي زعما فيها واحد
واحد الرونق كتعطيها رونق اصلا بلغا كتبقى تتبقى الاصاله المغربيه انا قال هذيك اللبسه ولا ديك التكشيطه ولا القفطه اللي لابسه فعلا هذا اللي يعني هزيتي دابا في يديك هو هذا بلغا قلت لك هذه هي البلغا اللي قلت لك مطرزه بحال هكا طرز هذا طرز نتاع تسمى طرز نتاع اللي هو بحال صراحه هذه يعني بلديه وفي نفس الوقت يعني تلبس حتى مع العصريه هكا مع العصريه بزاف يعني... دابا انا تيجيو ياخذوهم تياخذوهم دابا في الحفلات وهذا الشيء وتلبسوهم حتى كل نهار دابا راه سي توندونس اصلا بحال اللي قلتي قبيله راه حتى الماركات العالميه خرجتهم ما خرجتهمش باش يتلبسوا مع الجلابه والقطان خرجتهم تيتلبسوا مع الكسوه تيتلبسوا مع لي غوب مع لي جين مع زعما وهنا قلت لك صابو اقبال ودابا خلاص خرجت من هذاك لا بلاتفورم اللي هي كومبونسي درت لها طالون عادي مي بقيت كل ما هو سفيفه اكسسوارات طرز يعني ولات بلغه عصريه تقليديه حافظتي على التقليد ديالها وفي نفس الوقت يعني زدتي اضافات اللي هما مهمين بحال دابا كنشوفوا هاد لي زاكسيسوار بحال دابا مثلا الحلقات اللي خارجين او لي زاكسيسوار ديال اليد اللي هما خارجين طوندونس مثلا حاولتي انك توظفيهم في البلغه وجاوا بشكل يعني واحد الشكل راقي جدا يعني كيفاش درتي ديك الشوشه كيفاش درتي العقيق كيفاش درتي دوك لي زاكسيسوار فجات بعيني بحال شي يعني حتى انه بالنسبه مثلا لهاد البليغات بهذا الشكل كتخدمي مثلا حتى السيكان ديالها مثلا نطلبوهم لا نطلبوهم لي تنديرهم السيكان الا طلبوهم لي تنديرهم مي انا ما مخصصش ولكن مخصصين لان لي زارتيزون اللي عندنا مخصصين في هذا الشيء ولكن انا تنخليهم غير في بحال دابا هذه البلغه اللي هي عصريه درتيها بشكل عصري حفظتي لها على الشكل ديال البلغه ولكن فيها السفيفه فيها السفيفه يعني ديما تنخلي حتى انه كل ما هو ارتيزانال الطريقه كيفاش درتي السفيفه نهائيا ما يعني ما جاتش يعني ديك السفيفه اللي هي تقليديه يعني حتى كتبان بحال يعني هي يعني عصريه فالله يعطيك الصحه وهذاك الطالون قديمه لي زاكسيسوار لي زاكسيسوار اللي درتي الشوشه العقيق بحال براسلي جا بحال براسلي بحال ان براسلي حتى انه مثلا السيده الا عندها مثلا حلقات يعني طوال مثلا في هذا الشكل او في هذا النوع تلبسهم كيجي داك الشيء متناسق اسورتي كيجي متناسق وحنا الاصل في هذا الشيء كله اللي درناه وهو بحال اللي قلت لك نعاود نرجع نقول لك وهو لارتيزان لارتيزان المغربي عرفتي راه دابا ماشي ولاو طوندونس كاع المحلات التجاريه وهذا الشيء كل شيء واللي كيبيعوا بالغا هذا في هذا الشكل تحيه حب وتقدير صراحه للصانع المغربي يعني اللي يعني كيقدم البلغه فعلا كيبذل مجهود كبير لانه خلى البلغه الاصاله ديالها ورغم الصعوبات والاكراهات اللي كاينه يعني عند الصناع يعني ديال في الصناعه التقليديه وخاصه يعني في هاد يعني في هاد المجال غير هو الله يعطيهم الصحه يعني كيتقنوا الخدمه ديالهم كيتقنوا وحنا كنشوفوا على انه مثلا ملي نحطوا مثلا بلغه اللي هي متقونه مع صانع مغربي يعني كيخدم باتقان ماشي بحال مثلا اللي تجاري بزاف واللي غادي يدوز 100 بلغه في واحد الساعه ولا اللي خرجوها غير 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 نقلوا عليها وداروها مي بواحد الطريقه شويه ما كايناش لا فينيسيون ما كايناش فينيسيون كتكون ناقصه وحتى مثلا حتى هذيك الطرزه ما كتحسش بها انها متقونه او لديك مثلا رشمه او مثلا هذاك الاكسسوار اللي كتحس به بحال غير لاصق او حتى بعد النوبات كتلقى هذيك الورده مثلا فيها عقيق ولكن كتلقى العقيق بحال ما مبقاتش في بلاصتو فوالا ما كايناش لا سيميتري ما كتكونش داك الشيء فيه التناسق مع الصانع المغربي بصراحه كيدير عمل احترافي الله يعطيهم الصحه تيخدمها باتقان وتيبدع فيها يبدع فيها نمشيو بالنسبه للعروس يعني شنو كتقدمي بالنسبه للعريسات وخاصه هو انه كيف قلتي يعني البلغه صبحتها هي حاضره في اللباس ديال العروس هو انه لبسه شلحويه لبسه الفاسيه كيتلبسوا البليغات فالا لبساتها بواحد الشكل اللي هو انيق حتى انه دابا مثلا لبسه الفاسيه ولاو فيها لوينات فيها الموف فيها يعني من غير الخضر كاين الموف كاين لوينات اخرين مثلا على حسب العروسه شنو بغات فملي غتلقى بلغه اللي غاده مع ديك اللبسه الفاسيه ديالها غادي تجيها مزيانه كذلك لبسه الشلحويه عاد بالاضافه على انه مثلا البليغات مثلا اللي كيقدموا مثلا الام ديال العريس اللي يعني ولا العريس مثلا اللي كيقدموا كهديه مثلا للخطيبه ديالو في شوار كذلك مثلا في الميادي ولاو تيشريوهم الاهل ديال هذا ديال العروسه باش كيردوهم في الميادي فعلا ضيافر وتجي تقريبا كيجيو عندي الناس تياخذوا
موديلات مختلفين تيجيو عندي تيقولوا لي عندنا اللباسي في هذا اللون بغينا عفاك البلاغي حنا العائله د العروسه بغينا ولا العائله د العروس بغينا كنا نلبسوهم باش باش نكونوا ميزين على 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 الناس الاخرين وكيكونوا مريحين لان ملي كتعرف يما العروسه وخالتها وعمتها اللي كيكونوا واقفين فواحد العرس وكل شيء كيجري وهذه هي معروف هذا العرس المغربي معروف انه فيه شويه ديال التعب كيف خصهم يكونوا واقفين وهما مريحين فلهذا السبب هذه اصلا النهار الاول مني ابتكرت هذه في الغام من هذه دابا 3 سنين وانا فيها فلهذه الغايه هذه هذه هي كانت الغاية في أول مطاف يعني ومن بعد طورناها ورديناها شوية عصرية وبدأوا تلبسوها الكبار والصغار صراحة وبنيتها الصغير ودرت, ودرت حتى هذا العام هذا في رمضان خرجت إن كوليكسيون من 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 3 سنين حتى ل 14 لقات اقبال كبير لان البنيتات في العيد ديال رمضان تيلبسوا كلهم داك اللبسه المغربيه اللبسه البلديه المغربيه, المغربية. وحتى انه البنيتات صغار في واحد لاج يعني تيبغيو حتى هما يلبسوا شويه الطالون فملي كيلقاو مثلا بليغه وفيها كومبونس تيفرحوا بها تيفرحوا وسورتو دابا هاد دابا هاد لا مود اللي ولات اليوم تتلبس بحال بنتها كيف كتصوب ليلها وكتصوب لبنتها فعلا يعني تبارك الله البلغه كيف ما قلتي الله يعطيك الصحه ونتمنى انه يعني هذه الفكره بهذا الشكل سيدات اخرين حتى هما يفكروا باشكال كثيره كيفاش انهم يعني يحيوا الصناعه المغربيه التقليديه ديالنا اللي عالميا معروفه وين كيشكروها فعلاش حنا حتى حنايا اكيد على انه الواحد ينفتح على كل ما هو عصري ولكن يحافظ على حوايجات اللي هما بلديين تقليديين وبشكل اللي هو راقي يعني كيف ما عملت السيده ناديه بنيس واللي نتمنى انكم تدخلوا ان شاء الله وانا غادي نقول لكم غدا الفيديو فين غيكون باش تدخلوا وتشوفوا تبارك الله التصاميم والاشكال مختلفه قبل كنت كنقول لك مثلا السيده لبغى مثلا بلغة بشكل مثلا عندها طرزة في واحد جلابة أو لا عندها مثلا طرزة في واحد تكشيطة ومشات عندك ومثلا واخا انت تبارك الله عندك لي كوليكسيوني هما واجدين فكتخدمي مع هذيك البليغة لازم ديالها لازم لازم حنا اوني على ليكوت لان ما تيمكنلكش يعني خصك تمشي مع الـ مع الـ مع الطلب خلاص كيف كتجيب لك الطرف ديال الثوب ديالها تتقول لك الله يخليك بغيت هذا غنصوبوه لها تصيبي لها يعني الطلب ديالها لان كل واحد والذوق ديالو كيخصك تمشي على حسب الذوق ديال كل سيده ولازم دير لهم الخاطر ديالهم باش تتبقى داكشي اش قلت لك خصنا مراه اللي تفهم يعني التفاصيل ديال البلغه وتعرفنا شنو باغين وهذا وان كان يعني كنظن على انه حالات قليله فين غتجي سيده مثلا وحتى انه مثلا تكون عندها واحد اللبسه وبغات مثلا موديل وجايبه معها واحد الطرزه اللي غادي ديرها ليها مثلا في واحد البلغه فملي كتشوف هاد الموديلات يعني تبارك الله عليك راه ما خليتي حتى شي يعني تفاصيل ما نسيتيهمش نهائيا علاش لانه تقدر مثلا تكون جاي وتقول لك واحد اللون راه ما غاديش نلقى ولا واحد الاكسسوار فتقدر هي تكون جايه على اساس انا غتصايبي لها واحد البلغه وجيبها لك طرف ديال الثوب فملي كتجي تشوف راه كتلقى اللون موجود الاكسسوارات موجودين تانو هي تشوف افكار يعني جداد ولا افكار اللي هي ما كانتش عندها نهائيا وتقدر انه تاخذ يعني بليغه من عندك اللي هي واجده مصايبه لانه تبارك الله كنشوفوا مثلا اللوينات نشوفوا الشوشات خدمتي بهم لي اكسسوار بالطرز بالسفيفه بالعقيدات شكل عصري شكل بلدي كل ما هو بلدي دخلناه أورومي أصلا كل شيء لا بالعقيق ولا بالطرز ولا بهذا بحال اللي قلتي كتجيب واحد الفكرة وكتبدلها الفكرة مني كتشوف تبارك الله الأشكال اللي كاينين وهذا تتبدل الرأي ديالها تتقول لك لا وهذه بصح هذه غادي تجيني وأصلا تنديرو كل ما هو غادي يمشي مع اي لبسه ومع اي موديل ديال الحوايج لا رومي ولا بلدي لان انت تشوف دابا ذكرنا وحدين بلديين تري سامبل ما دخلنا فيهم اشي حاجه درناهم سامبل يمكن تلبسها مع سروال مع كسوار يعني معايا شما بغيتي لان كاين اللي كيبغي كاين اللي ما كيبغي لا ترز ولا عقيق ولا سفيفه ولا حتى شي حاجه اللي كلها كتحترم تكون صبغ فهذيك السوبريتي تتعطيها عاوتاني واحد الجمال سامبل تو سامبل والسيده تتعجبها واهم حاجه نوفيل كوليكسيون دايوغ اللي دابا درنا لهذا الموسم الجديد ان شاء الله عاد اوني طونطران عاد كنلونسيو فيه يعني هاد الكوليكسيون ديالك جديده على اساس انه تلبس على طول السنه طول السنه يعني المراه غادا ماشي ولا بدا جلابه ولا لبسه شابه غادا الجامعه ولا غادا تقرا ولا غادا تخدم ولا المراه مثلا غادا الخدمه ديالها اولا يعني لشي مناسبه تلبسها وهي مرتاحه وفي نفس الوقت تلبس شي حاجه راقيه انيقه واللي كتمشي مع اللباس ديال وجد مريحه الناس اللي تيوقفوا بزاف اصلا للخدمه ديالهم يمكن تكون طبيبه ولا تكون كتطلب انه توقف بزاف ودير مجهود بزاف ولا هذا
تلبسها كتكون مريحة فيها، ما كتحش بها، لبسها ومحدورة وما كتتعذب ما تشي حاجة و... الحمد لله. واهم حاجه وانه كتخدمي يعني بجلد يعني يعني الاصيل يعني يعني كنحسوا انه ديك البلغه ماشي غادي غير مثلا غادي ناخذوها ونلبسوها مره ولا جوج وغادي تحلينا ولا غادي نحسوا انها مثلا يعني ماشي جلد مثلا، فكتحرصي على هالتفاصيل اللي ربما مثلا في يعني في محلات اللي تيبيعوا البلاغي ما غاديش يعني كنعرفوا لانه كنمشيو مثلا المحلات كنعرفوا على انهم عندهم البلغه اللي هي فاسيه مثلا معروفه بجحر مثلا، وكنمشيو كنلقاو شي حويجات ليهم رخاص في الثمن ولكن نقدر نلبسوها غير مره ونصيبوا جلابه على ديك البلغه وفي الاخر يعني تدي لنا مثلا غير لبسه ولا جوج، فالواحد يرد البال. هذا الشيء اللي واقع، هذا الشيء اللي واقع استثمار يعني في البليغه ديالو، لانه الى خداها وبقات عنده مثلا راه غادي يلبسها بزاف د المرات تبارك الله ويغير فيها كل مره يلبسها مع حاجه. هادشي اللي كاين، هادشي علاش قلت لك التقليد، هادشي اللي وقع، ولكن راه الناس تيعرفوا كيميزوا تبارك الله، العيالات ذواقات تبارك الله عليهم تيعرفوا ملي كتجي عندي تتقول لي البلغه ديالك غزاله، واصلا لي كليونت ديالي كلهم اللي عندي الحمد لله كلهم اللي واخدين وتعاود يرجعوا ويجيبوا صحاباتهم ويجيبوا الناس ديالهم، حيت علاش؟ لان جربوها وعرفوها ولبسوها وارتاحوا فيها. اي سي لا ريزون بور لاكين الناس تتعاود ترجع عندك، لان عارفه عندك مسائل اللي مخدومه باتقان ومخدومه في واحد الشكل بحال اللي كنرجع نقول الله يعطي الصحه لي زارتيزون اللي تيخدموا، الصانع المغربي اللي كيخدم باتقان وتيخدم الحاجه وتيخرجها فيها واحد لا كاليتي. وحتى الخدمه ملي كتكون عند الصانع المغربي تبارك الله عليه معروفه يعني حتى انهم يعني بغاو يقلدوا الصناعه التقليديه المغربيه ديالنا وما قدروش عليها يعني هذه معروفه. الصانع المغربي تبارك الله عليه كيمتاز انه هو يعني تبارك الله عليه كيتقن الخدمه ديالو، البلغه كيديرها بحال يعني واحد يعني شي بحال شي لوحه فنيه كيرسم فيها كيقاد فيها يعني ما تيبغيش يغلط فيها، تيقادها تيصايبها، وكل بلغه كتحسي بانه تيبغيها يعني تيصايبها بحال اول مره غياخذ البلغه غادي يصايبها. فحتى انت مثلا كمصممه ديال البلاغي بشكل عصري كتكوني مرتاحه في الخدمه وكتكوني مرتاحه انك كل مره تطوري موديل، لانه عندك كيف قلتي لاباز عندك يعني الحمد لله موجوده والناس اللي تيخدموا معايا في واحد المستوى عالي، فاحنا كنخدموا جميع فعلا. انا كنعطي الموديل وهما كنخدموا احنا وياهم ان كولابوراسيون، سيتادير تنبقى انا وياهم هذه تجي هذه ما تجيش، حتى هما تيعطيو الاراء ديالهم وحنا ماشيين حتى كنخرجوا بواحد الموديل اللي تيعطي واحد مزيان جميل. واللي اهم حاجه هو المراه كتكون فرحانه وكتكون مرتاحه كتلقى داكشي اللي بغات، هذا هو الحمد لله. هذا هو الهدف في التشكيله هذه اللي هي بون نقولوا جديده ما جديداش اي، ولكن يعني العصرانه اللي درتي فيها العصرانه اللي دخلنا عليها اللي جعلتها تكون في هذا. بالنسبه يعني اللوينات ما كتلقايش فيهم نهائيا المشكل بحكم انه يعني الجلد يعني ولا تيتصبغ يعني بالوان وباشكال كثيره، يعني اللوينات اي لون يعني المرأة كتبغيها تلقاه في البلغة لازم، لأن شحال الحمد لله عندنا التوابات وعندنا الجلد والمغرب معروف هو بلاصة الجلد حتى تبارك الله كيصبغوا باللوينات اللي يعني لا تنشريوهم صبغ لا حنا كنشريو ليمبو تنشريو التوابات بحال دابا هذه مصوبه يعني كتلقاي اللوينات كاملين يعني ما لا ما كاينش ما لا الحمد لله كلشي موجود كلشي الحمد لله موجود، ما عندناش إشكال في الثواب ولا في الجلد ولا هذا، لان الحمد لله كل شيء كنعرفوا في هذه السنوات الاخيره يعني اصبح يعني الموضه الالوان اللي هما الا بغينا نقولوا جريئه يعني لوينات هالفوشيا يعني هالفيغ امرود يعني بزاف ديال اللوينات اللي تيبغيوهم يعني السيدات واللي يعني حتى في الجلد تبارك الله متوفرين متوفرين دابا كل شيء. انا قلت لك يفو اوزي غير في الخدمه تخصك يفو اوزي خصك تعرف كيفاش تعرف كيفاش تنسق تنسق كيفاش تخرج من هذيك البلغه مثلا تنسق، لان كاين الموديلات عندنا ديال الصيف اللي هما تيكونوا فاتحين، عندنا الموديلات ديال البرد اللي كيكونوا شويه غامقين، ولكن كنبقاو في كل ما هو هاد كارتيي ارجنتي لو نوار اللي كيكون مطلوب بزاف هاد اللوان هادو اللي هما اللي مشين اصلا، تيبقاو باغ اكزومبل العرايسات هاد لو كارتيي ولا ارجنتي
تكون لبسه مصوبه يا اما بالسفيفه ارجنتي ولا بالسفيفه كارتي، تجي تصيب هذا لو موديل هذا، يا اما كنديروه محلول واما مشدود على حسب الطلب كل وحده وشنو تتبغي. واصلا العريصات كنديروه شويه عالي، تنديروا 5 سنتيمتر باش كتجي داك بحال اللي قلت لك داك ايلانسي وتجي اللبسه مزيان. غادي نختم معك الا سمحتي السيده ناديا، وانا عرفت انك فكرتي حتى في البلغه الرجال، يعني البلغه الرجال حتى هي يعني فكرت فيها مثلا درتها ولكن ما طورتهاش لان كتبقى البلغه البلديه راجل يلبس البلغه البلديه المحذوره العاديه اللي تجي مع الـ مع الـ مع الـ مع القندوره ومع هذا. خممت نديرها شويه عاليه، ربما يتقبلوهاش الرجال، ممكن انه في اللوينات يتقبلوا اللوينات لانه ملي كيلبسوا جليبات يعني في اللوينات، ولكن بالنسبه فداكشي علاش رجعتي انك تبقاي غير في البلغه ديال المراه، يعني انه فيها تبارك الله في البلغه اكزاكتومون بغيت، واصلا بركه لان كاينه الخدمه الحمد لله. لا فعلا ما محتاجينش نزيدوا حتى مع الراجل نخليه يلبس البلغه ديالو العصريه ديالو. وصراحه حنا اللي عندنا هذا الذوق على اننا كل مره نبدلو ونجددو في كل عيد في كل مناسبه. نبغيو انه مثلا يكون عندنا انواع كثيره ديال البليغات اللي هما كيف ما قلتي بالذهبي بالفضي، وحده مثلا بالنطا، وحده بالطرز، وحده عصريه، وكل مره كنغيروا وكنبدلو. تبارك الله عليك السيده ناديه بنيس مصممه البلغه بشكل عصري، كنشكرك بزاف على الحضور ديالك على كل هاد المعلومات المهمه والتفاصيل اللي قدمتي لنا اليوم، واللي تبارك الله عليك يعني فكره ذكيه جدا على انك من البلغه التقليديه المغربيه الاصيليه اللي كنحبوها صراحه حاولتي انك تطوري فيها وتبدعي في التصاميم باش المراه المغربيه تلقى راحتها، وفي نفس الوقت تلقى ما يناسبها باش انه تلبس ديك التكشيطه او لان تلبس اللباس سواء العصري او لا المغربي. فكنشكرك بزاف، تفضلي لي عندك يعني شي كلمه. وكنشكركم، تنشكر جميع السيدات اللي هما داروا فيا الثقه، وكنعرفهم انهم خداو من عندي وفرحانين بالبلغه ديالي. تنشكرهم، تنشكر اذاعه ميد راديو على هذه الاستضافه. شكرك لاله سناء، الله يبارك فيك، مرحبا بك، وان شاء الله الى لقاء جديد.